أهلا بكم إلى العالم هذا المساء. أنا رشا قنديل، هذه العناوين. في مقابلة خاصة مع بي بي سي عربي، وزير الاستخبارات الإسرائيلية يعلن أن دولا أخرى كالسعودية وعمان والكويت ودولا في أفريقيا وشمال القارة السمراء ستطبع علاقاتها مع إسرائيل. أنا واثق من أن دولا أخرى ستلتحق بالركب. يمكننا الحديث عن عمان والسعودية والكويت والسودان وتشاد والمزيد من دول شمال أفريقيا. نبحث في المستقبل السياسي للمنطقة في ظل التطورات الجديدة وإمكانية انضمام دول جديدة إلى اتفاقات التطبيع. حركتا فتح وحماس تبحثان في أنقرة تداعيات التطبيع الأخير بين إسرائيل والإمارات والبحرين وسبل مواجهة صفقة القرن. هل ستتمكن الحركتان من تجاوز الخلافات والخروج بموقف موحد تجاه التحديات التي تواجههما؟ إجراءات جديدة في المملكة المتحدة لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، ورئيس الوزراء البريطاني يتوقع أن تستمر القيود في إنجلترا لستة أشهر مقبلة. اعتباراً من الخميس المقبل يتعين على الحانات والمقاهي والمطاعم أن تغلق على الساعة 10 ليلاً، كما يجب أن يلتزم العمال بارتداء الكمامات في المحلات وسيارات الأجرة. نناقش تداعيات هذه الموجة من الوباء من الناحيتين السياسية والاقتصادية. أهلا بكم. التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية لم يتوقف عند اتفاق وإعلان السلام الموقعين مؤخرا في واشنطن مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على التوالي. فالحديث هذه المرة عن دول خليجية أخرى ودول في أفريقيا وشمالي أفريقيا. في مقابلة خاصة مع بي بي سي عربي تحدث وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين عن رؤية بلاده للسلام مع الدول العربية، قائلا إن إسرائيل تسعى إلى ما وصفه باتفاق سلام قوي يتمخض عنه شراكة أمنية واستثمارات تجارية كبرى وسياحية. الوزير الإسرائيلي تحدث عن المخاوف الأمنية المشتركة لبلاده والدول الخليجية، إلا أنه نبه إلى أن إسرائيل لن توافق على أي اتفاق يضحي بتفوقها في المجالات التي تحمي بها نفسها على حد تعبيره. نرحب هنا بوزير الاستخبارات الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل، الوزير إيلي كوهين. مرحبا بك معنا سيد إيلي. السلام عليكم. في البداية، من هي الدول التي تتوقعون بأن تنضم لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، خصوصا بعد تأكيد نتنياهو وترامب لوجود 5 دول بعد البحرين والإمارات؟ أنا على يقين بأن المزيد من دول الخليج والدول الإفريقية ستنضم إلى هذا الاتفاق. إذا نظرنا إلى ما تريده قيادات هذه الدول، فإننا نجد أنهم يبحثون عن الأمان والرخاء لمواطنيهم، وهذا الاتفاق حتما يحقق كلا الغايتين. هذا الاتفاق يجلب الأمرين. أنا كوزير للاستخبارات سوف أشارك قواتنا في مواجهة الخطر الإيراني. ما الذي يمنع إسرائيل من الإعلان عن هذه الدول، خصوصا وأن العلاقات مع البحرين والإمارات خرجت من السر إلى العلن؟ أنا متأكد من أن دولا أخرى ستنضم. نتحدث عن سلطنة عمان، السعودية، الكويت، السودان، تشاد والمزيد من الدول في شمال إفريقيا. هذه مصلحة مشتركة، يريدون الأمن والأمان والرخاء، وبالتأكيد هذه الاتفاقية تساعد في دعم ذلك في المنطقة. نحن نتحدث عن سلام قوي إلى جانب التعاون الأمني والاستثمار والتبادل التجاري والسياحة. And the partnership in security, we are speaking about investment, trade volume, tourism. على ماذا يستند الإسرائيليون عندما يتحدثون بأن المملكة العربية السعودية ستطبع العلاقة مع إسرائيل عاجلا أم آجلا؟ This is a mutual interest for Saudi Arabia and Israel. هناك مصلحة مشتركة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. كلنا على دراية بما حصل بين إيران والسعودية عام 2019. إذا كانت السعودية تبحث عن الأمن والاستقرار وفرص جديدة في عالم الاقتصاد،
كل هذا سيأتي مع إسرائيل. إسرائيل هي صديقتهم. نحن مستعدون لمشاركة المعرفة والقدرة التي نمتلكها مع أصدقائنا الجدد. البحرين والإمارات هم الآن أصدقاؤنا الجدد، وأنا على أمل بأن تنضم دول أخرى إلى هذا الاتفاق. بما أنك ذكرت إيران في إطار هذه الأجوبة، ويبدو أن الجانب الإيراني قلق من أن تؤدي الاتفاقات إلى إنشاء قواعد عسكرية واستخباراتية في الخليج، هل هذا ما تسعى إليه إسرائيل؟ نحن لا ننوي التدخل في شؤون دول الخليج، ولكننا نرغب في التعاون معهم وأن نبني معهم تحالفا قويا للحفاظ على دولنا، ومستعدون لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية، وسنكون أقوى بسبب ذلك في كل المجالات. نحن لا ننافس دول الخليج أو الدول الإفريقية، ولكننا نستطيع أن نكمل بعضنا. هم يستطيعون المساهمة بقدراتهم التي تكمن في ثرواتهم الطبيعية كالغاز والنفط، ونحن نساهم في التكنولوجيا والابتكار. نحن من أكثر الدول تقدما في مجال الأمن الإلكتروني والتكنولوجيا المرتبطة بالمجالات المائية والطبية والزراعية، ونحن مستعدون للعمل معا. إذن لماذا تعترض إسرائيل على حصول الإمارات على طائرات F-35 المتطورة، خصوصا بعدما أصبحت دولة صديقة، وأنت ذكرت بأن الإمارات أصبحت بالفعل دولة صديقة؟ You should be aware that Israel is the only Jewish country worldwide. يجب أن تتذكر بأن إسرائيل هي الدولة العبرية الوحيدة في العالم، ومحاطة بأكثر من 20 دولة عربية تحيط بها، وهي تتعرض لمخاطر لا تتعرض لها أي دولة أخرى. لذلك يجب أن نحافظ دائما على قدراتنا التي تحمي دولتنا، ولن نوافق على أي اتفاق سيغير من تفوق إسرائيل في المجالات العسكرية في منطقتنا. That will change the superiority of Israel in terms of security in our area. لماذا أوكلت مهام محادثات التطبيع مع الإمارات والبحرين للمؤسسات الأمنية والعسكرية على رأسها الموساد، وأيضا مجلس الأمن القومي؟ وهنا نتحدث عن رئيس الموساد يوسي كوهن ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات. I think that one of the benefit of this agreement for all the partners. أعتقد أن إحدى الفوائد التي يحققها هذا الاتفاق بين الشركاء الموقعين هو تعزيز الأمن القومي لكل الأطراف في هذه الاتفاقات. لذلك أعتقد أن المزيد من الدول ستنضم إلى هذا الاتفاق. And will join to the peace agreement. هل تعتبر إسرائيل بأن اتفاقات التطبيع المتسارعة تعطيها ضوءا أخضر لضم أراضي في الضفة الغربية وإلغاء حل الدولتين؟ يجيب الفلسطينيون دائما بالرفض على كل شيء، واعترضوا على كل مقترح عرض عليهم حتى اليوم. وهذه الدول لا تستطيع الانتظار أكثر، حيث يسعون إلى تحقيق الأمن لمواطنيهم وأسواق تجارية جديدة، وهناك شيء واحد فقط يمكن للفلسطينيين عمله الآن، وهو الجلوس على طاولة المفاوضات والتفاوض بطريقة تجلب الفائدة على الشعب الفلسطيني والإسرائيلي. وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهن، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة على شاشة BBC. Thank you very much. وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على متابعة هذا اللقاء في تل أبيب. إلى اللقاء. شكرا لزميلي مراسلنا في القدس مهند طوطنجي. أفتح الآن نقاش مع الأستاذ عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عبر خدمة سكايب من عمان. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عريب، ننتظر أن ينضم إلينا ضيفان من واشنطن ومن السعودية. أستاذ عريب، واضح أنه وزير الاستخبارات الإسرائيلي هو في سياق حملة إعلامية، هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها، الأسبوعين الفائتين كان مشغولا جدا بإجراء مقابلات إعلامية، لماذا التركيز على الحديث على دول هي ذاتها لم تعلن أنها ستنضم إلى قاطرة التطبيع؟ توريط ولا ربما ذلك لجس النبض متفق عليه بين الطرفين؟ ماذا ترى حضرتك في هذه التصريحات، تسمية الدول بعينها على رأسها السعودية والكويت؟ يعني في ظني مزيج من هذا وذاك. ما يجري أمامنا الآن هو مزيج من الحرب النفسية التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة، حرب الضغوط الكثيفة
على بعض الدول العربية المترددة بشكل خاص، يعني من أجل تسريع يعني انزياحها باتجاه التطبيع، وهم يعني عندما يتحدثون بذلك إنما ينطلقون من بعض المؤشرات، من بعض الاستعدادات التي تبديها حكومات هذه الدول للتطبيع مع إسرائيل. لكن كان لافتا اليوم أنه زج باسم الكويت، الدولة التي عبرت مرارا وتكرارا عن رفضها للتطبيع وقولها أنها ستكون آخر دولة عربية تطبع مع إسرائيل. هل هي حرب نفسية أيضا على الكويت؟ هذا في ظني أمر جائز بهذا المعنى. في ظني أن الحلقة الأضعف الآن في السلسلة العربية المهرولة نحو التطبيع هي السودان، وعلينا أن ننتظر ما المحادثات التي تجري الآن في أبوظبي والضغوط التي تمارس من الإمارات والولايات المتحدة وعمليات المقايضة والبيع والشراء التي تجري هناك من أجل إقناع مجلس السيادة بالموافقة على التطبيع، رغم أن مايك بومبيو فشل في جولته في الخرطوم وأبلغوه بأن هذا من صلاحيات حكومة ذات سيادة ومنتخبة، وهذا ليس الحال القائم الآن في السودان. لذلك سنظل نرى المزيد من الشيء ذاته لفترة طويلة قادمة. أستاذ عريب، أنا وحضرتك ناقشنا هذا الأمر قبل يومين، وربما ما رشح عن هذا النقاش وربما نقاشات أخرى خلال الأيام القادمة هي أنه ليس هناك من دول مغصوبة على اتخاذ هذه الخطوة. على الأقل الدول تقايد، إذا كانت تقايد من أجل الحصول على منافع أو مصالح أو امتيازات، كل دولة مختلفة. بالتالي هل الدول التي ذكرت الآن، وهو نفسه الوزير الإسرائيلي تحدث عن تبادل منفعة وعن علاقات مشتركة وعن امتيازات لهذه الدول، وهذا يحدث على الأقل من وجهة نظرها، بالتالي لماذا لا تذهب هي إلى اتفاقات ترى فيها مصلحة له؟ يعني دعينا نميز بين مصلحة الأنظمة ومصلحة الأوطان والدول والشعوب، والمصالح ليست متطابقة باستمرار سيما في غياب يعني حكومات منتخبة وشرعيات انتخابية في العديد من الدول العربية. السودان على سبيل المثال ذاهب باتجاه التطبيع لأسباب لها علاقة بوضعه على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولكن أيضا ربما يراود العسكر حلم البقاء في السلطة والانقضاض على المرحلة الانتقالية، وسيجدون الدعم من إسرائيل في هذا المجال، وسيجدون التسويق والترويج من في الولايات المتحدة من قبل الجانب الإسرائيلي. عندك هناك بعض الدول العربية التي تخشى من بعضها البعض، في ظني أن تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل قد يدفع دولة مثل عمان للتطبيع، وربما قريبا، خشية من وأنت تعرفين أن هناك صراعا مضمرا وتنافسا مضمرا بين عمان والإمارات، وهناك علاقات ليست يعني ودية للغاية مع السعودية، خلافات في موضوع اليمن، خلافات في موضوع العلاقة مع إيران، خلافات في موضوع العلاقة مع تركيا، الأزمة الخليجية الداخلية، هناك أسباب ربما مختلفة تدفع دول عربية مختلفة للذهاب لهذا التطبيع، لكن السؤال هل يخدم ذلك مصالح شعوبها؟ بس عمان لن تكون مجبورة، لأن عمان هي من البادئة بفكرة الإعلان العلني عن الترحيب بزيارات إسرائيلية رسمية إن حدثت على أرضها. بس على كل، لو تسمح حضرتك نستطلع وجهة نظر الأستاذة روان رجولة الباحثة في شؤون أمريكا الشرق الأوسط من واشنطن. دكتورة روان، أهلا وسهلا بحضرتك وشكرا أنك لبيتنا في هذا الوقت القصير. لافت جدا أنه كل الحديث الذي يجري عن تغيير المسارات، الحديث عن أنه الإمارات لن تحصل على صفقة F-35، الحديث عن أنه لن يتم وقف ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، يجيء من الجانب الإسرائيلي. الولايات المتحدة لا تتحدث إلا عن هندسة اتفاق شامل، لماذا يحدث ذلك؟ نعم، تحياتي لك ولمشاهدينك. فيما يتعلق باتفاق أو يعني صفقة F-35، لقد علمنا من فترة أنه سوف يتم بالفعل تسليم الإمارات يعني طائرات F-35 من طراز معين ومن نسخة معينة. يعني هذا الحديث قد تم الوصول إلى حل بما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن هناك نسخة محددة تحصل عليها تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة. لذلك أنا أسأل حضرتك، لماذا هذه الإعلانات الفاعلة في مسارات هذه الاتفاقات تأتي من جانب إسرائيل لا تأتي من جانب الولايات المتحدة؟ لا، يعني لا أعتقد أن الموضوع لا يأتي من جانب الولايات المتحدة، لأن رئيس ترامب منذ يومين تحدث أنه سوف يتم تسليم هذا الموضوع وأنهم وصلوا إلى حل. يعني الغريب في الموضوع ان هناك يعني الصدى يعني رفض التطبيع ياتي من دول اساسا هي مطبعه
مع الولايات مع مع اسرائيل اللي هي التي هي من تركيا. يعني هذا الموضوع هو الغريب في كل ما نراه ونسمعه الان في واشنطن. من سيكون التالي؟ هل ستكون السودان ام ستكون الكويت؟ هو مجرد توقيت لا اكثر. اعتقد ان موضوع حزمه الدعم الاقتصادي والدفع الرئيس ترامب وإدارة ترامب لهذا الاتفاق يعني الإقليمي هو تغير بالطرح التقليدي لعملية السلام في الشرق الأوسط التي كانت تعتمد على مبادرة الملك عبد الله في 2002 في بيروت، والتي تربط التسوية الفلسطينية بسلام مع الدول العربية، ولكن تغير الطرح وتآكل وأصبح هناك براغماتية نظرا للوضع ونظرا للتطورات التي يعني نشهدها في المنطقة ومنها جائحة كورونا. أستاذ عريب، هذه سردية ذات جناحين. ما يأتي من الجانب المطبع أو حتى من جانب إسرائيل أنه هناك دول أخرى في المنطقة، مصر والأردن مطبعتان بالفعل، من ثم لا يمكن لهما إلا أن يرحبا باتفاقات التطبيع المتتالية. السردية الأخرى أو الجناح الآخر لذات السردية هي أنه دول مثل قطر وتركيا لديها مستوى من التعامل أو الاتفاقيات التجارية، وهو شكل من أشكال التطبيع أيضا مع إسرائيل حتى لو كان الخطاب العلني ينافي ذلك. هل يعد في ذلك وجاهة من وجهة نظر هذه الدول، من ثم تصبح الحجة أقوى؟ يعني سيدتي، أعتقد ليس هناك تطبيع حلال وتطبيع حرام في هذا المجال، ولكن ربما هناك سياقات مختلفة لهذا المسار. الأردن ومصر خضع حروب ضد إسرائيل، كانت لهم أراضي محتلة، دخلوا في عملية سلام، استردوا هذه الأراضي المحتلة وأنجزوا معاهدة سلام، ولكن ظلت يعني العلاقات التطبيعية بين الدولتين وإسرائيل في حدودها الدنيا، في حدودها الأمنية والعسكرية والاستخبارية لا أكثر ولا أقل. لم نكن أمام علاقات شعب لشعب، مجتمع لمجتمع. لا يستطيع الإسرائيلي أن يتجول بحرية في شوارع عمان أو أن يجلس على مقهى، وكذلك الحال بالنسبة للقاهرة. أمر شبيه، يعني قطر والولايات المتحدة تطبع، وتركيا عفوا تطبع مع إسرائيل، ولكنها لم تتخلى عن الموقف الرسمي المعلن المؤيد لمنظمة التحرير لحل الدولتين للدولة المستقلة، بل ولديها مبادرات. يعني اليوم تستقبل أنقرة وفد فلسطيني من فتح وآخر من حماس لتسهيل موضوع المصالحة، بينما نجد بعض الدول التي طبعت مؤخرا كالإمارات على سبيل المثال بدأت تقترب من تبني الرؤية والرواية الإسرائيلية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبدأت تناهض منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية العداء، وهذا كان سابقا حتى لمسار التطبيع. التطبيع توج مسارا إماراتيا معاديا لكل الفصائل الفلسطينية. الدولة الوحيدة ربما التي لا تحتفظ بأي علاقة ودية مع أي فلسطين فصيل فلسطيني أساسي هي الإمارات. لذلك يعني الفلسطينيون يميزون، هذا لا يعني أن هناك تطبيع جيد وهناك تطبيع سيء، لكن في ظل تهتك الوضع العربي، تفسخ النظام العربي، حالة الضعف والهوان التي يعيشها العالم العربي، يضطر الفلسطينيون للتمييز بين دولة مطبعة ولكنها تحتفظ بعلاقات طيبة وتؤيد حل الدولتين والمبادرة العربية وتتحدث عن القدس، وبين دولة تتنكر لكل هذا وذاك، بل وتتآمر على القيادة الفلسطينية وتسعى في زرع قيادة فلسطينية جديدة على أنقاضها. يعني هنا تدخل الفروقات والخلافات بين هذا النادي، ولذلك معك حق، ليس هناك تطبيع محرم وتطبيع محلل. أستاذ روان، هل من تعقيب على هذا الطرح؟ لأنه أكثر من مرة يقال أن الولايات المتحدة ترعى بديلا للقيادة الفلسطينية موجود في الإمارات ويعمل منذ فترة على استبدال الرئيس عباس، وهذا ما يجعل اتفاقات التطبيع اتفاقات مفرغة من محتواها. أولا لأنها اتفاقات رمزية من وجهة نظر المنتقدين، ثانيا هي لا تحمل أي بنود مثل اتفاقيات السلام الموقعة مع مصر 79 أو مع الأردن 94، هي مجرد وقفة حديث عن صداقة من دون محتوى حقيقي. أعتقد أن ضيفك نسي تماما أن من قام أولا بالسلام مع إسرائيل هم يعني الفلسطينيون نفسهم في أوسلو، ولقد ذهب ياسر عرفات بذاته إلى هذا الموضوع وقام يعني توقيع السلام. فلماذا هو حلال على يعني فصيل أو جهة محددة فلسطينية وهي حرام على باقي الدول العربية؟ ما ننساه حاليا أو يتناساه حاليا هو تغير الواقع. يعني القضية مضى عليها 70 عاما يعني بموضوع التعاطي معها بشكل قديم، والطرح تآكل والوضع تغير. أعتقد أن
الانقسام الفلسطيني. الفلسطيني هو أحد الأسباب الواقعية التي يعني عاجزت عنها الولايات المتحدة، الإدارات الأمريكية السابقة بالوصول إلى حل. أعتقد أن على الفلسطينيين حاليا يعني لا يحتاجون إلى تركيا لرعاية مصالحة. هذا يعني هذا فعلا لا دخل له في الإمارات ولا دخل له في قطر. أما عن أيضا يعني ما هو الدور العربي بشكل عام، فلا ننسى أن قطر أيضا كانت من أوائل أو أول دولة عربية قامت بافتتاح مكتب تجاري في في في, في لديها. أعتقد أن القضية الفلسطينية للأسف أصبحت هي أداة يتم يعني المزاودة عليها، ولكن طيب. أعتقد أن الواقع أنا أريد بس أن أبقى في نقطة أوسلو أستاذ روان، لأنه النقاش التالي سيكون مفصلا عن اللقاء الفلسطيني الفلسطيني في تركيا. أستاذ عريق، قبل أن أرحب بضيف السعودي، أستاذ عريق هل من تعقيب على هذه النقطة؟ نقطة أوسلو يعني الفلسطينيون تحت الاحتلال، والفلسطينيون نصفهم الآخر لاجئ، وبالتالي أن دخلوا مع العرب في عملية سلام ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من اتفاقات، ووصلت هذه الاتفاقات إلى طريق مسدود. لكن ما الذي يضغط على دول تبعد 1000 كيلومتر عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عن إسرائيل للهرولة نحو التطبيع في هذا المجال؟ ما الذي يضغط عليها للقيام بمثل هذا الأمر؟ ثم أن هناك خطاب في الحقيقة مؤسف، يعني أن نتقادم وهذا الحديث قديم وهذه مبادرات قديمة وهذا تفكير قديم بحل القضية الفلسطينية. دلونا على الجديد، ما هو الحل الجديد للقضية الفلسطينية؟ هل يستسلم من الفلسطينيون لمشاريع الضم وصفقة القرن ومصادرة أراضيهم وضم القدس العاصمة الأبدية الموحدة لإسرائيل؟ هل هذا هو المطلوب؟ ليقول ذلك صراحة، ما الحل الذي يمكن أن يكون متناسبا مع الحقبة الجديدة والتفكير الحداثي وما بعد الحداثي والتفكير الجديد؟ العرب اتفقوا على حل الدولتين، وبعض العرب هم من طعن هذا الحل في الصميم وفي الظهر عندما ذهب منفردا للتطبيع مع إسرائيل. ثم أنا قلت في مداخلتي لا تطبيع حلال ولا تطبيع حرام، ولا لكن في حالة الاهتراء العربي القائمة الفلسطينيون يميزون بين دول تقيم علاقات مع إسرائيل ولكنها ما زالت تحتفظ بود تجاه الفلسطينيين وتؤيد المصالحة وتسعى في سبيلها وتدين أيد حل الدولتين، وبين دول تناصب منظمة التحرير العداء والقيادة الفلسطينية العداء وتنسق في ذلك مع فريدمان ومع الإسرائيليين. هذا فارق جوهري، هذا ليس كلاما قديما، هذا كلاما راهنا. فريدمان قبل يومين قال لإسرائيل هايوم أنهم يريدون دحلان بدلا عن عباس. هل هذا تفكير قديم؟ هذا مؤامرة جديدة تنخرط فيها لبعض بعض الدول العربية المطبعة حديثا. طيب، فلننظر إلى رؤية السعودية من داخل السعودية ردا على ما ورد في المقابلة الخاصة لبي بي سي عربي. من الرياض ينضم إلينا الأستاذ سعد بن عمر، مدير مركز القرن العربي للدراسات عبر الهاتف. أستاذ سعد، أهلا وسهلا بحضرتك. تتردد الأحاديث يعني تقريبا كل يوم عن اقتراب السعودية وعن ترددها أحيانا، يعني مراوحة في المكان من التطبيع العلني مع إسرائيل، وهناك مؤشرات حتى في التعامل الإعلامي للمملكة مع إسرائيل. ما رأي حضرتك؟ مساء الخير لك ولضيوفك ولمشاهديك. أولا لابد أن نعرف حقيقة أن المملكة العربية السعودية لم يصدر من أي مسؤول رسمي سعودي أي كلام من هذا النوع. الذي يصدر من المسؤولين الرسميين السعوديين هو الاعتماد على المبادرة العربية للسلام التي وافقت جميع الدول العربية عليها وتبنتها في عدة قمم. هذا من جانب. من جانب آخر، مسألة أن بعض المسؤولين في إسرائيل يتحدثون عن هكذا تطبيع باسم المملكة، أعتقد أنه من باب التهيئة لدول أخرى حتى تنساق للتطبيع أو لإقامة علاقات دبلوماسية. إذا كانت الدول الأخرى بانتظار الرياض فستنتظر خطوة عملية، وإلا لكانت قد انضمت في ركب الإمارات والبحرين. تصور هذه مسألة أصبحت واضحة أولا، وثانيا هل صحيح أن هناك صراع أجنحة بين يعني الجيل الأقدم وبين ولي العهد فيما يتعلق بهذا الأمر؟ الصراع، لا يوجد هناك صراع، لأن القرار السعودي واحد وليس هناك أكثر من أجنح من جناح واحد، هو الملك وولي العهد ووزير الخارجية، هم الذين يديرون العلاقات السعودية سواء مع
الولايات المتحدة أو مع أي جهة أخرى، لكن الحديث عن تطبيع السعودية أو إقامة علاقات سعودية مع الإسرائيليين هذا كلام ورد منذ 96 المسؤولين تحديدا. تحدث دونالد ترامب أستاذ سعد بن عمر الرئيس الأمريكي في حفل التوقيع المبدئي وقال أنه هو على اتصال بولي بالعاهل السعودي وبولي عهده وأنه الاثنين منفتحان على السلام تحديدا لفظا هو قال ذلك. ما الذي يعنيه هذا؟ أولا لا نستطيع أن نلجم فم ترامب عن ماذا يقول ومن وماذا لا يقول. ثانيا المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة، حتى الدول المواجهة لم تقدم للفلسطينيين كما حضرتك من قضية المملكة. الفلسطينيين وما قدم لهم وما يعني ما لهم وما عليهم. أنا أسأل حضرتك هل لديك معلومة إن هناك لقاءات أو حديث بين الرئيس الأمريكي وبين ساسة السعودية ولا لم يحدث؟ يعني الرجل لا يقول الحقيقة ولا هناك بالفعل حديث هو أفضى به إلى أن يقول إنه رجلين منفتحان على ما وصفه بالسلام؟ المملكة العربية السعودية هي أول من طرح مبادرة سلام، نحن منفتحين على السلام، لكن ما هو السلام؟ السلام هو الذي يضمن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وكان هذا آخر حديث للملك سلمان في قمة الظهران قبل عندما طرح صفقة القرن، والذي يجري على فكرة الآن ليس هو صفقة القرن، صفقة القرن ألغتها بالدرجة الأولى المملكة العربية السعودية وقمة الظهران التي عقدت في المملكة. ثانيا نحن لا ننجر وراء هكذا دعايات من أي دولة تتحدث بما ترى. نحن نهاجم منذ 96 عندما افتتح مكتب التجارة في قطر، وكأننا نحن الذي قلنا لقطر افتحي مكتب تجارة. طيب. هذا كلام لا يضير المملكة السعودية وقطر. أنا أريد أن أركز على السعودية والإمارات. أستاذ روان ما رأي حضرتك في هذا الطرح؟ هي الرؤية السعودية هي التي ستغلب على المحادثات مع دونالد ترامب إن كانت تمت، ولا هناك خطة موضوعة ستجعل السعودية تطبع من وجهة نظر الولايات المتحدة على الأقل؟ أنا لا أعتقد أن هناك أي حديث رسمي ظهر أو صدر عن الإمارات أو السعودية عن تخليهم عن حل الدولتين أو عن دعم الشعب الفلسطيني. بالعكس يعني كان السلام يعني أو صفقة السلام كانت مقابل يعني وقف عمليات الضم الضفة الغربية أو كما يقولون توقيفها، يعني هناك ترجمة يعني اختلاف في الترجمة، لكن على الأقل يعني تم وضعه لا لم تتحدث به إسرائيل. لا أعتقد أن هناك أي تغير في المسار، ولكن الفكرة هي الطرح العربي القديم الذي قام به الملك عبد الله في 2002 في بيروت تآكل وتغير، والذي يقوم على التسوية الفلسطينية مرتبطة أو السلام مع العرب مرتبط بالتسوية الفلسطينية. أعتقد أن تغير الطرح وأصبح هناك نوع من المحفز التي تقوم به الإدارة الأمريكية مع الإسرائيليين، وهو نوع من التفاوض أنه يعني نوع من الحل، ويقوم أصلا على أساس يعني المصالحة بين الفلسطينيين، لأنه إذا نظرت حتى حل الدولتين يعني أصبح صعبا، يجب أن نتحدث عن ثلاث دول يعني حماس والضفة ويعني إسرائيل. لا أعتقد ما نسمعه على الأقل في واشنطن أن هناك أن رحلة جاريد كوشنر وبومبيو كانت ناجحة الحقيقة، وهناك يعني لا نعتقد أن السعودية سوف تكون من الدول التي سوف توقع قريبا، ولكن أعتقد أنها سوف تكون الأخيرة وسوف تكون يعني الختم الذي سوف يؤسس لحل الدولتين يعني يوقع عليها بشكل أساس ويكون ضامن لها يعني. فلا لم نسمع عن هكذا طرح على الأقل هنا في واشنطن. أشكر حضراتكم جميعا، شكرا جزيلا. أستاذ روان رجولة الباحثة في شؤون أمريكا والشرق الأوسط من واشنطن منضمة إلينا، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. من الرياض الأستاذ سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدراسات، شكرا جزيلا لحضرتك. وللأستاذ عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية عبر خدمة سكايب، ممتنة لحضرتك، أشكرك شكرا جزيلا. العالم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه أيضا.